حبك انتي وجابني بالليل وما بيا معنية. الله الله اختاروا شي وريدات تابعني عود ثاني حاضيني انا عادي كنجمع في وريدات كنوجد راسي العيد الحب عيد الحب بينو. هذا هو موضوعنا اليوم في حلقة جديدة من أشطاري مع عطاري المغاربة والحب واش حنا كنعبروا لحبنا الناس اللي كانوا بغيو الحبيبة ديالك الخطيبة ديالك الوالدة ديالك. أنا مول الورد شخصيا. أنت كل نهار كدي لمرتك وردة؟ أنا ما عنديش مرتي أصلا أنا كندي وردة للوالدة. المغاربة كيعبروا على الحب ديالهم باقتراب لا سان فالونتان كل واحد كيدير لي كادو كيتحبوا بعضياتهم. هاد الجيل كيبغي غير من عندهم كيل كاين ولكن الأكثرية كيعبر بالكذوب. شحال من مرة قلت شي وحدة كندريك. ما أكبر دليل باغ إكزومبل غير في 14 فبراير داك عيد الحب كتلقى بزاف اللي كيعبر على الحب ديالو كسوسوا الزوجة ديالو الصديقة ديالو الفيانسي ديالو. المهم تي أن جيست ماشي هو بنادم كيعبر عليه بطريقة غير بفلوس ولا هادي. الحب راه معاملة. واحد فيهم كذاب لمن مرة واحدة لمن وفي الحقيقة ما كرهتش تشوفني مرشي في التلفازة بان ما انا كنبغيها. بحال دابا هي الا قشر هي البطاطا راه هذيك راه هي الدنيا عندها هي. دابا هي قشر بطاطا هنا كعبر على الحب. الوالدة كنحبك كندير لها وريضه نديها للميمه الحنينه. انتوما اللي واعرين علينا في الحب ولا حنا اللي واعرين عليكم في الحب؟ لا حنا واعرين عليكم بحب. حنا اللي واعرين عليكم من ناحيتاش حنا كنعبروا مزيان انتوما ما كنتوش كتعرفوا تعبروا. التعبير ديالنا حنا كان الاستحياء كان الوقار. بيبي ديالي راه تنبغيك الدار كاين واحد يعني احترام واحد حشمه فهمتي وقار. عمرك ما سمعتي عمرك ما سمعتي قال ماما قال لها حبيبه ديالي لا حبيبه ديالي جتام عندنا عيب حشومه قول لك نبغيك وصافي كلمه سقرام اخواتي. كاين اللي كيبقى هي كيهضر كاين اللي فهمتي اللي يديها فيها ويقول لها حبيبه شنو خصك تهلا في صحتها يعاونها في الكوزينه فهمتي كل واحد وكيفاش كي يعني دابا الراجل اللي عاون مرتو في الكوزينه كيعبر ليها على الحب ديالو. جو فوا الله يحفظك تنبغي امي وتنبغي مرتي. وانت تي فوا بجوج وي جو فوا خويا مو اوسي جو فوا. بوركوا باسكو تي فوا البوطة خاوية الثلاجة خاوية بغيني باش تبغيك تقول لك انا ماشي الجيلية تا بسلامة ونرجعوا الوردة لبلاصتها نرجعوا الوردة لبلاصتها هذه فيها البوطة وفيها السكر وفيها الزيت تا نعمروا البوطة عاد نهضروا على الحب. ومن هذا المنبر هذا كنقول للناس اللي مجوجين يتهلاو في الزوجات ديالهم ويتهلاو في وليداتهم والوالدين حيت راس المال هما الوالدين وشكرا. والعزيز على مهمتو عمرو ما يشخص المرة ما كيهضرش معاها وعارفة كتبغي عارفه كتبغي هو قدام والدي كيبعد منا ما يبغيش يضحك معاها وما يبغيش حتى تكون وياها تيطلا مطيط.